مشوار طويل مع الانديه الالمانيه ادى لاكتشاف كتير من الاسماء وكتير من النجوم اللي من العيار الثقيل واللي اثروا بشكل كبير جدا في مسيره الكره الالمانيه سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات. مايكل ريشكي المدير التقني السابق لنادي بايرن ميونخ ومدرب ايضا ليفركوزن السابق وضيفنا في السادسه، اهلا وسهلا بك. بشكرك طبعا على مشاركتك معنا واهلا وسهلا بك في السادسه. تحياتي للقاهرة وتحياتي لكل مشجعي النادي الأهلي، أنا سعيد جدا أنني متواجد معكم على شاشة قناة النادي الأهلي. شرف لينا استمرار تواصل مع نادي كبير طبعا بحجم بايرن ميونخ، وأنت الحقيقة يمكن في فترة تواجدك في البافاري كان ليك أفضلية وأسبقية كبيرة في تقديم عدد من الأسماء، بس قبل ما أدخل في الملفات والموضوع خليني أقف معاك عن الكرة الألمانية بشكل عام. يعني من وانا صغير جدا من اول ما فتحت عيني على كره القدم العالميه وانا بشوف دايما المنتخب الالماني مرشح اول او مرشح من المرشحين الكبار للمنافسه على اي لقب حتى وان كانت بطوله كاس العالم، ونفس الامر ينطبق على الانديه الالمانيه وخصوصا طبعا نادي بايرن ميونخ. لكن السؤال ليه حصل تراجع بشكل عنيف في الفتره الاخيره على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخب بدايه من بطوله كاس العالم في قطر، خروج الانديه الالمانيه من المنافسه على الالقاب الاوروبيه مبكرا، كل ده بيقول انه في مشكله او في حاله تراجع، تفسيرك ليها ايه على مستوى الكره الالمانيه بشكل عام؟ وخساره طبعا امام بولندا في المباراه الوديه الاخيره. دعني أوضح، نحن لم نكن سيئين بهذا الشكل أعتقد في المباراة الأخيرة أمام بولندا وأمام كوستاريكا، ظهرنا بشكل جيد حتى الدقيقة 70، ولكن من وجهة نظري كان هناك بعض سوء التوفيق من وجهة نظري. هل بتشوف أنه هانس فليك قادر على الاستمرار في مهام عمله سواء في التحضير للمشاركة في يورو 2024 أو في بطولة كأس العالم من بعدها 2026، ولا تتوقع أنه يكون في تغيير؟ هانزي فليك نعم بدأ مع بايرن ميونخ وحصل على كل البطولات السداسية وتشامبيونز ليج أوروبا. أنا أعتقد أن المنتخب الألماني مع هانز فليك في بطولة أوروبا القادمة 2024 سوف يظهر بشكل كويس. أنا واثق تماما في المنتخب الألماني في هانز فليك أنهم سوف يظهرون بشكل جيد جدا في يورو 2024. وواحد من الألقاب اللي أطلقت عليك في ألمانيا هي كشاف المواهب الكبير في بافاريا، أنت قدمت عدد كبير جدا من الأسماء، يعني خليني أقول جزء منهم طبعا توني كروس نجم البايرن وريال الحالي، جوشوا كيميتش نجم البايرن وكابتن فريق بايرن ميونخ، ريناتو سانشيز، دوغلاس كوستا، توليسو، ليفاندوفسكي، يمكن مع ليفركوزن كان في مايكل بالك طبعا تألق بعد كده مع تشيلسي، زي روبرتو البرازيلي الدولي، لوسيو ايضا البرازيلي الدولي. يعني عايز اعرف منك مشوار اكتشاف النجوم، اهم الصفقات واهم المواهب اللي انت قمت بتقدمها للكره الالمانيه. هذا ليس أمر سهل، هو صعب جدا عملية الاكتشاف اللاعبين و بالكولو في توني كروز لاعبين كثير أحضرتهم أيضا لباير ليفركوزن وأيضا لاعبين كثيرين في لريال مدريد، كيميتش، كومان، جنابري أحضرتهم لباير ميونخ، لاعبين كثيرين كانوا من أهم الصفقات التي عملت عليها أثناء مشواري مع بايرن ميونخ كتكنيكال دايركتور مدير للإدارة الفنية وأيضا كمكتشف لاعبين. نعم هؤلاء لاعبين كلاسيكيين وأنا أحضرتهم وكان مشوار صعب للغاية. يعني بالتأكيد الموهبة في اختيار واحدة من أهم العناصر في اختيار أي لاعب ممكن ينضم لفريق بحجم بايرن ميونخ، لكن بالتأكيد في معايير أخرى. إيه اللي أنت بتدور عليه في اللاعب اللي ممكن يكون صفقة محتملة لفريق زي بايرن ميونخ بينافس تقريبا على كل الألقاب في البطولات اللي بيشارك فيها؟ نعم دعني أوضح، هذا يتعلق بالمركز، كل مركز. يعني عندما أتكلم عن كومان فهو لاعب سريع
ومن الجناح من الاطراف، فهو لاعب سريع جدا. فدعني اوضح لك، كومان من يمتلك جودة رائعة، جودة عالية. كومان هو من أهم الصفقات، وهذا مثال جيد. دعني أوضح من المعايير الهامة التي جعلتني أنظر إلى كومان وأتابع كومان، هو أنه لاعب سريع، هو لاعب فعلا يمتاز بالسرعة والقوة واكتساب الكرات والحصول على الكرة بشكل جيد والالتحامات أيضا الثنائية أو الهوائية. نعم، هذا لاعب يمتلك كل هذه القدرات. على سبيل المثال، نحن نعلم أيضا الفرق ما بين كرة القدم والموسيقى، فهي تشبه الموسيقى بعض الشكل في تكملة كل الأطراف والمعايير لتكملة الحفلة أو السيناريو. أكلمك في الفلسفة المالية، يعني طريقة التعامل مع الأندية الألمانية بشكل عام، وتجربتك طبعا مع البايرن، لأنه أعتقد أنه البايرن لا يغرد خارج السرب، يعني زي ما بيقولوا بيفكر زي ما بتفكر أغلب الأندية الألمانية. فكرة عدم الرغبة أو عدم القدرة، أنا ما أعرفش طبعا تفسيرها إيه، لكن عدم الرغبة في أنه يتم استقطاب كبار النجوم على مستوى العالم في الفرق الألمانية. بالعكس، يمكن تكون الفرق الألمانية ومنهم بايرن ميونخ ومنهم بروسيا دورتموند ومنهم مؤخرا كمان لايبزيج، هم اللي بيقدموا المواهب الكبيرة والأسماء الكبيرة، أو الفرق الألمانية هي اللي بتفرط في الأسماء الكبيرة لصالح أكبر الفرق في أوروبا. طريقة التفكير هنا بتكون إزاي؟ إيه الفلسفة من وراء انه يعني ما يكونش في مراهنه على اكبر الاسماء زي ما بنشوف انديه في فرنسا النهارده، انديه في انجلترا، انديه في المانيا، في اسبانيا حريصه انها تجيب اكبر الاسماء في عالم كره القدم؟ دعني اوضح ان بايرن ميونخ في العام الماضي بالاخص بدأ أن يستثمر الأموال ويضخ أموال، ولكن لم يغير السيستم بشكل كبير. نعم، هو يعمل على استقطاب لاعبين جيدين ولاعبين سوبر من وجهة نظري، ولكن بليمت معين. بايرن ميونخ فعلا يستثمر في العوام الأخيرة وخاصة العام الماضي كثيرا من الأموال. نرى صفقات كثيرة استثمر فيها الفريق البافاري ودفع فيها أموال كثيرة، ولكن بايرن ميونخ هو فريق يعمل أيضا على بيع لاعبين أيضا لاستقطاب أو لإحضار مبالغ أيضا. على مستوى تجربتك مع البايرن، اشتغلت مع اثنين من أكبر المديرين الفنيين على مستوى العالم، اثنين يمكن يكونوا بيتنافسوا على لقب الأفضل، بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي، من وجهة نظرك مين الأفضل فيهم؟ كارلو أنشيلوتي. ايه السبب؟ ليه اخترت كارلو أنشيلوتي؟ عندما يكون عندك الفرصة للعمل مع مدربين كبار مثل كارلو أنشيلوتي، هو جنتلمان، هو مدرب شيك من وجهة نظري، مدرب قوي. نعم، عملت معه لوقت طويل، أيضا مع بيب جوارديولا، هو مدرب الذي غير شكل كرة القدم في الأعوام الأخيرة. بيب جوارديولا فعلا بفلسفته عمل وأضاف أشياء كثيرة جدا لكرة القدم. أنا على الصعيد الشخصي كنت سعيد جدا بالعمل مع بيب جوارديولا وتعلمت منه الكثير. السؤال مرتبط بالاسمين برضو، الحقيقة الاثنين من المديرين الفنيين اللي حققوا يعني مؤخرا بعد ما جوارديولا حقق لقب الشامبيونز ليج مع السيتي، وكان قبل كده طبعا حققوا أكثر من مرة مع برشلونة، نفس الحكاية برضو كارلو أنشيلوتي مع الميلان ثم مع الريال. لماذا لم ينجح اثنين من أفضل مديرين الفنيين على مستوى العالم في تحقيق بطولة تشامبيونز ليج مع بايرن ميونخ، وهو واحد أيضا من أفضل فرق العالم من وجهة نظرك، وخصوصا طبعا فترة بيب جوارديولا اللي كان معاه كمان جيل أكتر من رائع؟ يعني أنا أعتقد أنهم وصلوا لنصف النهائي في الشامبيونز ليج،
مع بايرن ميونخ، مع بيب جوارديولا ثلاث مرات مع بايرن ميونخ، وصل ايضا للسيمي فاينال ونافس بشكل كبير على الشامبيونز ليج اوروبا مع بايرن ميونخ، واعتقد ايضا خسر امام اتلتيكو مدريد، وللاسف هذا من وجهه نظري كان سوء توفيق لبيب جوارديولا. عام مؤخرا بعد ذلك مع كايرو انشيلوتي، انا اؤمن بكايرو انشيلوتي، كارلو انشيلوتي، انشيلوتي ايضا كان ليس لديه الحظ الكبير ولم يكن موفق مثل بيب جوارديولا مع الشامبيونز ليج. هذا عمليه توفيق من وجهه نظري وليس لها علاقه بالامور التكنيكال. رحيل ليفاندوفسكي ورحيل ايرلينج هالاند عن بايرن ميونخ وعن بروسيا دورتموند، هل اثر على قوه وشكل وحجم المنافسه في الدوري الالماني؟ هذا خسارة كبيرة للبوندسليغا عندما تخسر لاعبين كبار مثل هالاند وليفاندوسكي، ولكن أعتقد أن البوندسليغا أيضا تمتلك حتى الآن لاعبين توب، ويحضرون أيضا لاعبين من أفضل اللاعبين للبوندسليغا، أعتقد ذلك على سبيل المثال فلوريان موزيالا، جمال موزيالا ايضا لاعب استثنائي، لاعب خرافي، ولكن من يعلم عمر مرموش على سبيل المثال، ممكن عمر مرموش يتطور، وانا اؤمن بعمر مرموش وامكانياته واتابعه بشكل شخصي، واعتقد انه سوف يتطور في البوندس. انا هاجل مرموش مع ملف اللاعبين المصريين، لكن حتى في الموسم الحالي بنتكلم على نكونكو طبعا الدولي الفرنسي نجم فريق لايبزيج، رحل بالفعل او تم الاعلان عن انتقاله لفريق تشيلسي. جود بيلينغهام جوهرة بروسيا دورتموند، تنبأت له الحقيقة من موسمين يمكن انه هيكون واحد من اهم اللاعبين في اوروبا، وقد كان وانتقل للريال. كل ده الحقيقة بيقول انه الفرقة الألمانية مش قادرة تحافظ على اللاعبين، عارف طبعا المقابل المادي مهم جدا، لكن فكرة انك تقدر تحافظ على نجومك وتنافس بيهم على الألقاب، اعتقد بالنسبة لاهم او لاكبر الفرق الألمانية شيء مهم جدا. دعني أوضح أن في البريمير ليج على سبيل المثال ينفقون أموال كثيرة ويدفعون ويضخون أموال كثيرة، وهذا يساعد أيضا في خطف اللاعبين توب سوبر على سبيل المثال، هذه الأمثلة. عندما أقارن ذلك مع الفريق البافاري بايرن ميونخ فهي مقارنة ظالمة من ناحية الأموال، لأن البريمير ليج يمتلك لاعبين، يمتلك مستثمرين، ويمتلك أندية كبيرة تضخ أموال كبيرة، وهذا يساعد في خطف مثل هؤلاء اللاعبين. للأسف في الدوري الألماني أو البوندسليغا لم يستطيعوا أن يدفعوا كل هذه الأموال، للأسف هو هذا هو العامل الأهم. هطلب منك إجابات سريعة جدا، ساديو ماني تتوقع أو ترى أنه صفقة ناجحة بالنسبة للبايرن ولا صفحة وانتهت؟ أعتقد هو ظهر أيضا بشكل كويس، ولكن هو لاعب، دعني أن نقول هو لاعب رائع ولاعب ممتاز ولاعب خرافي من وجهة نظر. اللي تنصح بيه عمر مرموش عشان يتألق أو يكرر نفس المشوار والتجربة اللي عملها محمد صلاح مع ليفربول؟ محمد صلاح فوق الجميع من وجهة نظري، محمد صلاح شيء استثنائي، ولكن عمر مرموش سوف يصبح لاعب رائع أيضا، وسوف يصبح أيضا لاعب قوي واستثنائي للمنتخب المصري من وجهة نظري. هل السوق المصري، سوق اللاعبين المصريين سواء جوه مصر أو حتى اللاعبين اللي بيلعبوا في أندية مختلفة في أوروبا بيبقوا محطة يعني محل متابعة منك؟ هل في لاعب مصري قبل كده لفت نظرك أو جذب انتباهك؟ أنا أركز على اللاعبين الأوروبيين، وأعتقد لدينا كشافين ينظرون أيضا لأفريقيا ومصر وبعض أعتقد في هناك الأهلي على سبيل المثال عندكم في مصر، هو واحد من أكبر الأندية أيضا ويمتلك أيضا لاعبين رائعين. مايكل ريشكي المدير التقني لنادي بايرن ميونخ ومدرب باير ليفركوزن السابق، بشكرك شكرا جزيلا، اتشرفت بمشاركتك معنا وكل التوفيق ليك وللكرة الألمانية.